السكان ديال الزنقة هادي طاحت الدار جوج دارات يعني تقريبا اللي طاحوا هذيك الدرية اللي توفات عندها شي 45 سنة بحال هكا تقريبا ساكنة في هذيك الدار التحتانية الناس فاجعة وقعت الناس كلشي خرجوا في هذاك الصباح الناس خرجوا مع ذاك الوقيتة خرجوا وهي راه دوا مسكينة لامور والدار راه كتسمعي دابا راه كطرد قرا غادي يطيح هذه دار أي للسقوط؟ راه قديمة مؤهلة للسقوط، راه واحد العدد ديال الديور كما كتشوفوا هنا هما راه مؤهلين للسقوط، ولكن دابا راه كتجي اللجنة من الجامعات ولا داك الشيء، ولكن ما كاينش شي حل والو، يعني راه كاين المسؤولين؟ ها؟ الرسالة ديالك للمسؤولين؟ الناس المسؤولين راه خصهم هادو بحال هاد الديور هادو اللي هي هما مؤهلين للسقوط، راه خصهم يوجدوا الحل لهاد الناس هاد السكان يخرجوا ماشي حتى كيمشيو ناس ضحية. حتى كيولي في الموت ها هي الدريه مسكينه يلاه ناوي غادا دير العرس مسكينه غاتزوج ها هي اليوم دابا في لامورك راه غادي يمشيو يدفنوها دابا وانا لله ولا راجعون خرجوهمش باقين باقين اختي باقين اختي ما خرجوهمش باقين ما صبرناش على اختي ما صبرناش على اختي ما صبرناش على اختي ما صبرناش على حنان اختي حنان مالها الصبر حنان ممزوجه باقا بنت مسكينة باقا بنت باقا لها مخطوبة مخطوبة مسكينة مخطوبة والرسالة ديالي كنبغيهم يديروا الوقاية وحدود ديالي رايبين يخندوا منهم الناس يخرجوهم باش الناس يبقاو في الحياة باش الناس يبقاو في الحياة تطلعها إلى السقوط خاصها تخوى من السكان باش يديروا حل شيختي بزاف هادشي نقول لك لأنني أنا فقت مع الصباح عاودوا لي دابا السيد لجارهم قال لك بان الدريه كانت ناعسه في البيت بوحدها وطاحوا على الضالات بجوج مسكينه ماتت يعني سير بلاس من داك قال لي داك الردم اللي طاح عليها يعني منين جا فهمتيني يعني بزاف واش هذه دار أيلة للسقوط اه أيلة للسقوط ولكن الناس كانوا خاوين ما كان ماشي ساكنين فيها كلهم ولا باقي معمرين شي خاوي شي معمر فما بالك شوفي اش وقع درية من اطيب خلق الله والله انا كنعرفها غير دوفي ماشي ما بيني وبينها حتى شي كونطا كنشوفها غير هكا دابا الا كانت دار ايلا للسقوط كان خاصهم يخرجوا خاصها تحيد كومبليتمون خاصها تريب خاصها تحيد لان الدراري كيمشيو الناس كيمشيو الشباب كيمشيو شوفي راجل شيباني ها هو شي حط هنا حنا دابا هاد الوقفه اللي حنا واقفين هاد الدار هادي اللي هي دابا مايله غير البرد والبارح طيح ثلاثه الصديات كاين هادي ولا السلع عبد الهادي يعني طاحت ثلاثة صديات هنايا الغبرة اللي ديالهم عمات عباد الله فما بالك كون يطيح الحيط اشنو غادي يوقع حتى يطيح بنادم يموت عاد نبداو نقولوا اويلي انا الرسالة ديالي المسؤولين اللي عارفين هادشي يقلبوا على هاد الناس هما الناس ورثة جيراننا اش عيطوا عليهم ولا شوفوا اش يديروا لهم خاصها تحيد تريب لان هادي الا مشات طاحت غتجر هاد الدار هادي ولا طاحت شوفي الحيط غيطيح على هاد الناس هادو كاين عائلات كاين عائلات ماشي عائلة وحدة كاين عائلات هاد الدار فيها تقريبا غنقول لك كاينة شي 12 عائلة هنا كاينة أكثر تقريبا لا ميم شوز لا ميم شوز كنشوفك أستاذة يعني أنا كنهضر بعفوية وبعصبية أنا ما تنتصنعش وما تنمثلش أنا راه هكا أنا زيادة وخلوق في هاد الدرب هذا دار جدي راه هي في راس الدرب أول دار تبنات في هاد الدرب راهي تعاودات راهي لاكوازيام ايطاج راهي في الشبيك اللي درت سميتو هنا دار با هنا دارنا يعني حنا هاد الساكنه ديال الدرب خاصنا نهضرو يعني الا ما جيناش نهضرو راه حنا درب كبير اسمي درب العفو هذا كيتسمى درب العفو يعني حنا راه كنعيشو في خطر هاد كنتمنى من الله يوميا قال فالواحد والله العظيم كنتمنى من الله ان طيح الدار هذه لما داروش معها حل ما يكونوش الوليدات وما يكونوش الناس وما يكونوش شي واحد دايز كنقول لهم يا ربي غير طيح وما يكون حتى شي واحد طيح في الليل شي طيح في الليل وما يكون حتى شي واحد المساكنه ديال ديك الدار يعني الفوق كيسمعوا ملي كتسمع الترطيق وليكن في معلوم الجميع بان الردم راه خطير راه صامت راه بحال السرطان صامت يعني كيضرب بنادم ما تيعتقوش باش ما يوقعش بحال اللي وقع شفنا بحال اللي وقع لهاد السيده هادي يعني كانت ناعسه
يعني ما بها معليها يعني ما, وص... ما... ما... يعني ما تضرش بالها بانها بانها غادي يطيح عليها مسكينه داك الردم جوج دالار طاحوا عليها مسكينه جابوها 16 دوس بحال كانها عمرها ما كانت هي الله يولاها برحمه الله المتنا انا بعدا القلب اللي تيبكي والله ما شربت الدواء ديالي اقسم بالله من قبل انا كنشرب الدواء درت الجلبه الثانيه دابا في السبيطار ها هي الورقه اقسم بالله اللي جايه وكان كان كان معصبه بغيت غير نتلاقى مع الصحافه غير نهضر معاهم ونوصل الرساله وكنتمنى وقلت لسعادة القايد قال لي كونوا هانين حنا خصنا نكونوا هانين هي انهم يحيدوا علينا هذا الشيء وماشي غير هادي اي دار تكون بحال هكا خطيره على